عايزين برضو نتكلم معاكم عن يعني احتفاليه كبيره جدا حدثت بالامس لتكريم النادي الاهلي بعد الانجازات الكبيره اللي حققها خلال الفتره الماضيه، واللي طبعا كان اخرها الحصول على برونزيه كاس العالم للانديه وكاس السوبر الافريقي. تسلم المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره درع التكريم بعد تكليفه من قبل المجلس بتمثيل النادي في هذه الاحتفاليه اللي نظمها حزب الوفد المصري العريق. هنشوف مع حضراتكم تفاصيل اكتر من خلال هذا التقرير، اتفضل. شكر والتحية لمؤسسة الوفد العريقة برئاسة المستشار الجليل بهاء الدين أبو شقة. دي مش جديدة عن النادي الأهلي، الحمد لله رب العالمين. يعني النادي الأهلي دايما بيبص إزاي يبقى نمرة واحد، إزاي يسعد الشعب المصري. النادي الأهلي أسس على الوطنية والوفد أسس على الوطنية، ففي عامل مشترك. في ناس، أول رئيس جمعية عمومية للنادي الأهلي كان سعد باشا زغلول، معالي الباشا فؤاد باشا سراج الدين كان وكيل النادي الاهلي، كان وكيل في مجلس اداره النادي الاهلي، وبعدين بعد كده بقى رئيس شرف النادي الاهلي. ففي يعني تواصل من زمان ما بين الوفد وما بين النادي الاهلي، وربنا يقدرنا كده ان احنا كل سنه نتكرم. النادي الاهلي دايما بيحاول يعني يمشي صح، مبادئ وقيم النادي الاهلي هي اللي دايما بتبقى الاطار اللي احنا بنمشي فيه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، يمكن قبل ما يدخل الانتخابات كنا معانا برنامج انتخابي، يمكن 95% من هذا البرنامج اتحقق، وده التكريم. يعني ده من يعني الحقيقه كرم وفضل كبير من ربنا، وربنا يقدرنا كده دايما ان احنا يعني نبقى خير من يمثل عضو الجمعية العمومية داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، وفي نفس الوقت من يمثل جمهورنا العظيم اللي هو في الأول والآخر بعد ربنا سبحانه وتعالى هو الداعم، وهو اللي يعني عجلة الدفع لهذه الانتصارات، لأن هو ما بيرضاش غير أنك أنت تبقى نمرة واحد، وده حمل كبير علينا، وربنا قدرنا أن احنا دايما نبقى نمرة واحد، ودايما نكرم مش بس من حزب الوفد، من مؤسسات الدولة كلها اللي هي دايما داعمة للنادي الأهلي. دور الرياضة في العالم أصبح دور ريادي، ويمثل بمثابة التمثيل السياسي والتمثيل الدبلوماسي الحقيقي للدولة. أي مكاسب رياضية هي في حقيقتها مكسب للدولة نفسها. النادي الأهلي كنا أمام انتصارات على النطاق الإقليمي والنطاق الدولي، ومن هنا حزب الوفد للروابط الوطيدة والتاريخية ما بين حزب الوفد والنادي الأهلي، كانت تلك الدعوة لتكريم النادي الأهلي والاحتفاء به على هذه البطولات المشرفة التي تمثل رسالة أو بمثابة رسالة في أن مصر بتحتل الريادة في كافة المجالات ومنها مجال الرياضة، وأيضا رسالة إلى أن الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة عصرية حديثة، بناء الجمهورية الثانية، بما يمثله اهتمامه الشخصي للرياضة وتدليل أي عقبة في سبيل أن تواجه الرياضة في مصر، وأي بطولة بيحصل عليها أي نادي بيرى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها انتصار للدولة المصرية. ومن هنا يعني احنا كان هذا الاحتفال أو هذه الدعوة لتكريم النادي الأهلي، كان هذا اللقاء لقاء مثمر، وزي ما قلت هو عبارة عن خطوة ستعقبها خطوات أخرى على طريق أن نكون حزب الوفد
قبلة للرياضة والرياضيين والحفاوة والترحيب والتقدير لكل انتصار رياضي في على من أي نادي أو أي جهة رياضية.